السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة جميلة جدا في إزاي إن أنا أقدر أعرف الرسائل اللي تم مسحها من على الواتساب بكل سهولة. يعني لو حد بعت لي رسالة ومسحها من عنده بعدها بشوية وأنا ملحقتش أشوفها، إزاي إن أنا أقدر أعرف الرسالة دي وإن أنا أشوفها قبل حتى بعد ما مسحها الطرف الآخر من الطرفين بكل سهولة؟ أول حاجة بنروح على متجر بليد، طريقة سهلة جدا، بس تابع معايا. ولو الفيديو افادك اتمنى تعمل لايك للفيديو وتشاركه، واتمنى تكون مشتركين على القناة وتشجعنا على المزيد بتفعيل الجرس ومتابعتنا عشان تشجعنا على المزيد. بتروح على متجر بلي، ومن متجر بلي بتبحث عن تطبيق اسمه نوت سيف. تمام، هروح كده هكتب نوت سيف. تمام، نوتي سيف ده. تمام، ببحث عليه اهو، اعمل بحث. ده التطبيق وده شكل الايقونه بتاعته، هي واضحه قدامنا، الجرس اللي قدامنا دي. بضغط على تثبيت. زي ما احنا شايفين تم تثبيت التطبيق، بنعمل عمليه فتح. تمام، لازم نعمل الخطوات التاليه دي في التطبيق ده، خطوات مهمه جدا. تضغط على السهم اللي تحت ده كده، قول له السماح. بعد ما ضغطت هنا على السهم مرتين قول له سماح، لازم تضغط سماح. تمام، هو معلم على دي كده. تمام، هو بيقول لك لازم تشغل تخليه اوبن، تخليه اون. اقول له التالي، وهروح على البرنامج، اسم البرنامج بتاعنا، ومعلق عامله كده. هيقول لك من قراءة كل الاشعارات. تمام، اقول له السماح. تمام، تمام كده، خلاص تم الوصول للإشعارات بكل سهولة. برجع كده قول له سماح، اضغط على سماح. يتم حظر الإشعارات من التطبيق المحددة على شريط الحالة، قول له التالي، وهنخليها زي ما هي كده بالإعدادات اللي هي عليها كده زي ما هو. هو كده عامل عشان بس ما يحظرش كل التطبيقات، نتأكد إن هو كده بالوضع الحالي، ان احنا قافلين حظر التطبيقات الاشعارات بتاعتها. وبرجع من هنا بضغط هنا عشان، وبرجع هنا بضغط هنا عشان ارجع. تمام، هلاقي ان خلاص دي الاشعارات بتاعتها. تمام، طيب ازاي بقى ان انا استخدمه؟ انا بكل سهوله، ده حساب اهو، ده حساب واتس على الكمبيوتر. تمام، هبعت منه رساله لحساب الواتس عندي على التليفون. هبعت رساله هنا، ولكن الرساله هذه سوف أقوم بحذفها حتى لا تراها. مثلا قمت بعتها دلوقتي، فين بعتها دلوقتي؟ وليكن أنا على الموبايل عندي هنا كده، المفروض إن هي جت لي هنا، لكن أنا بفرض إن لسه مشوفتهاش. لو أنا رحت عامل كده على الرسالة دي، قمت عامل كده، قمت قايل إيه، حذف الرسالة، وقمت عامل حذف لدى الجميع، قلت موافق. المفترض ان انا رحت هنا لسه ما شفتهاش، لقيت ان تم حذف هذه الرسالة. طيب تم حذف هذه الرسالة، طب لو انا عايز اعرف الرسالة ديت ايه اللي كان مكتوب فيها، بقوم راجع تاني للتطبيق عندي اللي هو ده بتاعنا، واضغط عليه، بلاقي ان اهو دي الرسائل اللي جيت اهو، من سواء المحذوف او المش محذوف. تمام، اهو جت ثلاث رسائل، الرسالة اللي هي الهاي الأولانية، التانية اللي تم حذفها اهي، والتالتة تم حذف الرسالة اهي. دي الرسالة اللي هي اللي أنا حذفتها، رسالة هذه سوف، أكتب سوف غلط، هقوم بحذفها حتى لا تراها. تمام، دي اللي تم حذفها بكل سهولة. يبقى دي طريقة معرفة قراءة رسائل الواتساب التي تم حذفها من الطرفين قبل رؤيتها بكل سهولة. أتمنى يكون الشرح سهل وواضح. ولو في أي استفسارات نشوف التعليقات، لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، لو عايز تفيد بغيرك اعمل له مشاركة. متنساش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان تشجعونا على المزيد، وتتابعوا جديدنا بالإشعارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.